المسيح أعطى شروط للدخول لهذا الملكوت. قال يسوع المسيح: اطلبوا ملكوت الله وبره. وهذا مهم جدا، بر الله. قال أيضا: ينبغي أن تولد من فوق، يعني ما في أدخل هذا الملكوت إلا عن طريق الولادة الجديدة. ثم ينبغي أن نكون أبرار. قال يسوع المسيح: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فإذا هذا هو الشرط، إنك تتغير، تولد من فوق ولادة جديدة، تأخذ بر المسيح. وهذا البر مش بتناله عن الممارسات الدينية، لكن بعمل يسوع المسيح الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. ثم قال يسوع: إذا أردت أن تدخل الملكوت لازم تدخل كطفل، يعني بدون كبرياء، لكن ببراءة، ببساطة، بتواضع، مثل قلب الطفل اللي مليان وداعة. قال يسوع: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. لكن برضو في قوانين لهذا الملكوت. شو القوانين اللي الله بحطها؟ بكل بساطة: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل قدرتك، من كل نفسك، وأيضا تحب قريبك كنفسك. لكن المسيح قال أيضا: تحب أعدائك. بيتكلم عن شخص كمن وجد كنز وراح باع كل شيء بسبب أنه اكتشف هذا الكنز العظيم. تعرف حبائي، الرب يسوع المسيح ما كان عنده مسايرة ولا تهادن ولا سهل الموضوع. في مرة شخص كان عاوز يتبع يسوع المسيح، قال له: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات. أحبائي، إن هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا وملكا، يعني مش ما فيش اسمه كل الديانات بتوصل على السماء. في طريق واحد، في مخلص واحد، هو يسوع المسيح، له كل المجد. خليني أختم بآية من الرسالة إلى العبرانيين، إصحاح 12، مكتوب: لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. بصلي من كل قلبي إنه هذا التعليم لمس قلبك، وإنه اليوم تصمم تدخل في هذا الملكوت الجديد، ملكوت يسوع المسيح.